خلينا تمشي خشناك. هذا كاريبي بني. كاريبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طلع لنا اثنين ثلاثة خشنات، اريدين اهم شيء خشنات. اهم شيء خشنات. قلت لك يما ما عندك سمك صغار. شو تسوين بالصغار؟ سمك صغار ما بتقلاه. ليش خجلتيني خزيتيني قدام الناس؟ يما صغار صغار اريد. كبار طلع منك دخل بها كذا. عندي طالعين. المن؟ لا مو هي تقلاه. خلاص يا رجل انا اعطيك فلوس لا هي تعطيك فلوس. بيك مبارك. شو تسوون بين الصغار؟ يما قليهم ايش بيك؟ قليهم ايش تسوون؟ ما تعطوني سوون ما تعطوني. خزيتينا قدام الناس. ما يعطوني خاله ما يعطوني منك. على كذا. شنو على كذا؟ هي شغلتها وين ما تروح تخزين؟ ما قال الشيء ترى. هي تخزين وين ما راح؟ ما قال الشيء. شنو تخزين؟ خزين وين ما راح؟ ما قال الشيء. شو يصير من عندي؟ شو يصير من عندي؟ ما خاف ابني. شو يصير من عندي؟ يلا باعي لي سوون ما يسوى حبيبي راح من الوالدين يعطينا ملش دخل. يما لا تدخل لا تدخل. شنو 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 سويت وين اللي معك؟ دول قبل تفتح. هاي طبعا شامل ها؟ الاسم الكريم. بشار شاكر. اسمك؟ بشار. خدمة قلبك. علي ماهر. طبعا كنت ويانا بمقلب. ماشي؟ شو تحبون تقدمون للي يأذي امه؟ والله يعني مثل اني. والله اني اتمنى امي هيك ابوس رجلها الصبح والعصر والله. خدمة قلبك. والله هاي امي. بس الله يسلمك. حسيتك تريد تبكي قهرت؟ اي والله ادوى قلبك والله انا قلبي راح يطلع من صدري والله اي والله العظيم اي والله ما قصرتوا الله يسلمك شو تقدمون لهم رساله؟ اهلا وسهلا شو تقدمون لهم رساله اللي مأذي امه؟ والله اللي عنده امه بعده على الحياه يدنق على رجلها الصبح وبالليل يدنق على رجلها يبوس بس صراحه ماكو هيك غيره انتم مشاكسين دائما بالشارع واعصاب لو هسه صرتوا لا انا مش عندي فقير بس انا من شالتني الغيره عليها والله ما اقدر كل شيء ولا لهم والله العظيم الله يسلمك اعزائنا المشاهدين مثل ما شفتوا الغيره العراقيه فول تحياتنا لكم نعرض لو ما نعرض كيف نعرض لو ما نعرض كيف لا انتم القرار لكم لا بكيف نعرض اعرضها يلا اعرضها بدوا القلوب تحياتنا الشاي الزفر شو اسوي؟ لا ماك بسمع اعزائي مثل ما شفتوا بعد انا صرت كاريبي ما يحتاج